بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده تصميم الماكينات او السكشن الخاص بماده الماشين ديزاين. ان شاء الله نبدا نكمل موضوع الشيت الخاص بالشيت رقم 5 الخاص بالكوبلنج ديزاين، وهنبدا ناخد نوع جديد من انواع الكوبلنج. النوع اللي هنبدا نشتغل عليه هو عباره عن الماف كوبلنج. الماف كوبلنج عشان نبدا نعمل لها تصميم بتتكون هنا من العمودين والماف من فوق والجزء بتاع الكي. قال لك عندك ان الماف بيكون عباره عن الدي والال الطول بتاعها، وعندك القطر بتاع العمود. تعتبر من الطرق البسيطه اللي بتستخدم في نقل التورك من عمود لاخر. تعال نشوف بقى التصميم بتاعها. باول حاجه نبدا نعمل تصميم للشافت. بيكون عبارة عن التورك بيساوي باي على 16 في التاو في التي شافت اس 3، نفس الكلام بالنسبة للفلانج كوبلنج. هنعمل بقى رقم 2 التصميم للماف كوبلنج، اللي هي بتكون عبارة عن القطر ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 من القطر بتاع الدي شافت زائد 13. دي اعتبارات تصميم وصل للصيغة اللي قدامنا. قال لك ان الطول بيساوي 3.5 من القطر بتاع الدي شافت، والتورك بقى بيساوي باي على 16 في التاو الدي اس 4 كابيتال ناقص الدي سمول اس 4، دي الدي شافت ودي الدي بتاعت الماف كوبلنج على الدي كابيتال. ورقم 3 بقى بنبدا نعمل تصميم للكي، اللي هو بيكون معرض للشير ستريس ومعرض لكراشنج ستريس، زي ما احنا عارفين القوانين بتاعتها. تعال بقى نشوف المثال اللي موجود عندنا في الشيت. قال لك اعمل تصميم للماف كوبلنج بتكون من 2 شافت، او بيبدا بتكون من 2 عمود، بيبقى الباور بتاعتنا عباره عن 40 كيلو وات وعدد اللفات ب 120. قال لك ان الشير المسموح به والكراشنج ستريس بيكون عباره عن 30 ميجا باسكال و 80 ميجا باسكال. الماف كابلنج مصنوعه منها، او الماتيريال المصنوع من الماف كابلنج عباره عن الكاست اير، والشير المسموح بها قيمتها 15 ميجا باسكال. عايزين نبدا نعمل تصميم للوصله اللي عندنا. اول حاجه بنبدا نعمل تصميم للشافت. عشان ابدا اعمل تصميم للشافت اروح احسب بقى ان الباور بيساوي التورك في الاوميجا. الاوميجا 2 باي ان على 60، الان عندي هنا بكام؟ ب 120، والباور عندي هنا ب 40، واضربه في 10 اس 3 خليها بالوات، اقدر اطلع قيمه التورك يطلع معاك 3183 نيوتن في المتر. احسب بقى القطر بتاع الشافت عن طريق ان التورك بيساوي باي على 16 في التاو في الدي شافت اس 3. يبقى انت عندك المجهول الوحيد هو عباره عن مين؟ هو عباره عن الدي شافت. اقدر اعوض بقى الكلام ده، يوصل لي ان الدي شافت عندنا بتطلع ب 81 وكاس، فهنبدا نقول او هناخدها كافتراض اللي هي عباره عن 85 ملم. يبقى اذا ان القطر بتاع الماف كابلنج بيساوي 2 من الدي شافت زائد 13. القطر عندي بكام؟ عباره عن ال 85 وزائد اضربها في 2 وزائد 13 يطلع لك ان القطر عباره عن 183، هناخدها لاعتبارات للتصميم 185 ملم. يبقى اذا ال ال بتساوي 3.5 من الدي، يبقى ال ال بتساوي 3.5 اضربها في كام؟ في ال 85 تطلع لك ب 297.5، قول على افتراضات اللي هي تكون ب 300 ملم. ده الجزء الاولاني. تعالى بقى انا من التصميم التصميم للهب اللي عندنا هتكون عباره عن ان الشير بتساوي التي في الار على الجي، او عن طريق القانون باي على 16 في التاو الدي كابيتال اس 4 ناقص الدي سمول اس 4 على الدي كابيتال. عوض بقى بالكلام ده، كل الكلام ده عندك ما عدا مين؟ ما عدا قيمة التاو. هتقدر تطلع قيمة التاو وتطلع لك ب 6.1 ميجا باسكال، تروح تقارنها بقى بالقيمة المسموح بها اللي هي عبارة عن 30 ميجا باسكال. بالنسبة لي 15 ميجا باسكال القيمة اللي مصنوع منها الماف كوبلنج. وبعد كده نبدأ نعمل تصميم للكيل. هناخد بقى على افتراض ان ال W اللي هي عباره عن البي بتساوي دي على الاربعه، نقدر نعوض تطلع لك ب 22 مللي تقريبا، وال H بتساوي دي على الاثنين وتطلع 11 مللي. يبقى اكوردنج بقى للشير، يبقى انت هتقدر تحسب بقى بالنسبه للشير بتساوي 2 ام تورك على البي في ال L في الدي. هيبقى هناخد في الاعتبار ان المجهول الوحيد هو عباره عن ال L،
وهناخد الشير القيمه اللي هو مسموح بيها اللي هي عباره عن ال 30، يبقى تقدر تعوض بقى في المعادله اللي قدامنا دي. يبقى عندك المجهود الوحيد هو عباره عن ال L، يطلع لك ب 113.5 ملم. طب تعال بقى نشوف لما يكون معرض لمين بقى؟ للكراشنج ستريس. عايزين برضو نخلي المجهول هو عباره عن L، والشير المسموح بيها هو عباره عن 80 ميجا باسكال، والتورك انت عارفه، والدي شافت انت عارفه، والاتش انت لسه فارض القيمه بتاعتها. يبقى تقدر تطلع قيمه ال L، يطلع لك ب 170، وكان في حاله ال L في حاله الشير 113، يبقى ناخد القيمه الاكبر اللي هو عباره عن ال 170، ونقول الابعاد بتاعت الكي كانت عباره عن 22 في 11 في 170. احنا كده عملنا تصميم للنوع الثاني للكابلنج اللي هو عباره عن المركب. بنجيب القطر بتاع العمود، وبعد كده بنبدا نجيب القطر بتاع نعمل تصميم للهب، ونجيب بقى القطر بتاع المف كابلنج والطول بتاعها، ونعمل ابعاد للكي بالطريقه التقليديه. احنا كده خلصنا السكشن بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في سكاشن اخرى.